قل جزاهم الله خيرا انهم اعطونا نموذج رائع يعني للفتاة المسلمة الخلوقة الحيية المحبة للقرآن الكريم المطيعة، نموذج للفتاة القوية اصلا. يعني انا بالعكس، انا وهما صحيح. يتكلموا وانت تسألي فيهم ربما شفنا مميزات الشخصية القوية، يعني باش ما صحيح. نكونوش نتكلموا نظري. يعني اول شيء مجرد الرغبة في النجاح وحفظ القرآن الكريم لا تكون الا عند الشخصية القوية، لانه عادة الشخصية الضعيفة ليس لها طموحات ولا اهداف ولا ترغب ان تصل تقريبا الى تحقيق شيء، لكن الذي له طموح ان يحفظ كتاب الله آية 21 حزب، وآمنة 33 حزب بسم ثلاثة الله إن ما شاء شاء الله. الله ربي يوفقها ما شاء الله، يعني استمروا وإن شاء الله هذا راح يعطيكم قوة على قوة، لأن الله سبحانه وتعالى راح يكون مع عباده الذين يحفظون الكتاب، وراح يعطيكم قوة في العلم وقوة في الطاعة وقوة في مواجهة كل يعني الحياة. وجزا الله خيرا الوالدين تاعهم وشيوخهم على هذه التربية الطيبة الصالحة. نحن نحيوهم كذلك الوالدين تاعكم. ما عدا حفظ القرآن والدراسة عندكم مواهب ربما هوايات؟ أحب الرسم، الرسم تتقنين الرسم؟ قليلا قليلا. وأمينة؟ أحب الشعر والتأليف. ما شاء الله، الله يبارك. عندك حضرتي لنا شيء ربما تفضلي به؟ نعم تفضلي. الشعر يعني يتحدث عن فلسطين. ما شاء الله ما شاء الله. فلسطين يا أرض الأمجاد الخالدين، على الحق دمت وبالسلم بدأت، يا أولى القبلتين يا أولى القبلتين، أوصى بك خير الأنام. بالحق قاتلت وبالحق قاتلت، رويدا رويدا السلم آتي، وللحرية باب بكل يد مدرجة يدق. ما شاء الله ما شاء الله, الله عليك آمين. ربي يحفظك إن شاء الله ويوفقك ويسدد خطاك في مشوارك الدراسي وفي مشوارك في حفظ القرآن الكريم لك والآية. الآن ندعوكم إلى شيء من الإبداع رفقة الأستاذة نوال مباركي وفقرة كن مبدعا. مساء الخير مشاهدينا، أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من ركنكم كن مبدعا. كالعادة أحبائي سنبدع سنتفنن سنتعلم مهارات دون أن ننسى شعارنا لنصنع شيء مفيد من شيء كنا نظن أنه لا يفيد. إذا اليوم أحبائي نحن متواجدون بمدرسة مسعود حرحار بالكاليتوس، أنا متواجدة مع أحبائي لراح يشاركوني في ورشة تدوير فني. إذا اليوم أحبائي خاماتنا المسترجعة عبارة عن وشنو هدايا؟ قرص مضغوط. وهذه رسالة باش نقول أحبائنا ما تستعملوش بزاف الأقراص المضغوطة لأنه راح تشكل لنا نفايات على البيئة، نستعملوا اليازبي، يعني هذه طريقة باش نحميوا البيئة تاعنا. إذا اليوم بهذا القرص المضغوط أحبائي راح نقوم بتصميم شخصية مرحة تحبوها بزاف وتروحوا تحضروها، اللي هي صديقنا المهرج. إذا صديقنا المهرج الكلون كامل نحبوه. إذا راح نقوم بتصميمه بهذا القرص المضغوط، راح نحطوه نزينوا به المدرسة تاعنا ولا نزينوا به الغرفة تاعنا ولا نديروا حوار معاه، ها كي نكونوا مقلقين نروحوا نهضروا معاه. إذا الآن القرص المضغوط هذا راح نحاولوا نعطيوا له الشخصية تاع المهرج بوسائل بسيطة، اللي هي طبعا راح نستعملوا الورق الملون أحبائي عادي. دائما نقول لك وسائل بسيطة عزيزي تجدوها في محفظتك المدرسية. إذا راح نستعملوا ثلاث ألوان وانتم عندكم الاختيار، يعني احنا اليوم استعملنا الاحمر والاصفر والابيض، وانتم احبائي تقدروا تغيروا الالوان وتغيروا الشخصيه تاع المهرج تاعكم. اذا نحتاج كذلك الى اللاصق تاعنا اكيد، المقص اكيد لعمليه التقطيع، القلم رصاص للرسم، والقلم اللوبه تاعنا باش نرسموا له الاعين ديالو. اذا تقريبا هذه هي الوسائل تاعنا اللي قلت وسائل بسيطه. إذا الآن مروا إلى الخطوات، راح نشرح لكم الخطوات أحبائي، أنتم راح تسمعوا وتبقوا معايا الخطوات، وأصدقائي تاني راهم يسمعوا في الخطوات. باشو الدائرة هذه هنايا نرسموها ونقطعوها. نعم نصف القطر، هذه الفم تاعنا يعني بكل بساطة هكذايا. حاول إذا نشوفوا لهذ الدائرة في الوسط، لازم الورقة تكون تقريبا في المنتصف، هذا هو الفم تاعنا راح يجينا هنايا، ونرسموا نصف دائرة عادي. الأعين كذلك أحبائي راح نستعملوا هاد الأغلقة هادو تاع القارورات كذلك مسترجعة،
عادي نرسمو نستعملو دائما طريقه الطي، وين يكونوا عندنا يعني جزئين عينين ولا اذنين دائما باش ما نعياوش نديرو طريقه الطي، احنا نرسمو الاعين والانف كذلك لانه الانف تاع المهرج دائري، دونك احبائي تستعملوا كذلك هذا الغلاق هذا باش ترسموا به الانف. وعندنا الشعر هنايا، احنا اليوم احنا الشعر تاعنا درناه بالورق الكرتوني هذا، انتم عندكم عده طرق، اذا تقدروا تستعملوه بالورق الملون، يعني مما يكونوا اجزاء مسترجعه، يعني اشياء اجزاء اللي خدمنا بها ورشه وقعدت لنا نديروا بها يشبه للغيمه، نقدوا في الصوف في المنزل عندكم الصوف اصفر احمر ديروه ثاني بالصوف، ديروا ان بومبون بالصوف ولصقوه بالغيره، يعني كاين عده افكار. احنا اليوم راح نديروا النموذج البسيط السهل، وانتم في المنزل واصدقائي كذلك راح تبدعوا في النموذج تاعكم. اذا نبداو احبائي، والشابو عاد يعني الشابو تاعو نحبوا نديروه مثلث، نحبوا نديروه دائري، انتم كيما تحبوا ديروا الشخصيه تاعكم تاع المهرج. اذا نبداو احبائي في الخطوه الاولى، اذا راح نبداو بالفم اللي احنا ناخذوه نرسموه باللون الابيض، اذا قلم رصاص والقرص تاعنا، القرص تاعنا لا جيد حبيبي هكذاك حبيبتي جيد هيا. دونك انت تقطعهم شاطر غير بالعقل، اي تقطع دوك نطير. وجدنا الأجزاء تاعنا تاع المهرج، الفم، الأنف، الأعين، الشعر، والقبعة. دوك نروحوا إلى عملية التلصيق. إذا التلصيق راح نستعملوا الغراء الشفاف تاعنا بشكل عادي. إذا نبداو نحطوا الأجزاء نحيوهم قدامنا، نحيوهم غير قدامنا من بعدهم نبداو أمامنا. احبائي دركا واش قعدنا؟ خلاص لصقنا الشعر، الاعين، الانف، دوك واش قعدنا؟ قعدنا نعم باللون الاسود. شوفوا الاعين تاع المهرج، الاعين تاعو ثاني تيجوا لاصقين، وين درناهم؟ ما دروش وحده فينا، لصقوهم هكذا باش يجوا شابين، كي يكونوا لاصقين يخرجوا تخرج عيني شابه. اذا راح نبداو، راح تبدا ليلى راح تباسي صديقتها، وانتم ثاني نعم باللون الاسود نفسه. هاوليك شوفوا الشكل هذا باش ما تغلطوش. نجيو هنايا للامام نرسموا اعين، نعم دوائر باللون الاسود. اذا لحقنا النهايه احبائي،
إذن شاطرين أحبائي المبدعين تاعنا أصدقاء البيئة، غنستعملوا وظف القرص تاعهم يعني في عود نرميوه للبيئة ويكون عبارة عن نفايات. استغليناه وخدمنا هذا المهرج هذا. إذا أنتم تاني في المنزل أحبائي ما تنسوا باش تعاودوا المرشد تاعنا وتكونوا أنتم تاني أصدقاء للبيئة كما حنايا. إذا نلتقي العدد المقبل إن شاء الله، مدرسة جديدة وورشة جديدة، فكونوا في الموعد وما تنسوش بيئتنا حياتنا فنحافظ عليها. إلى اللقاء. جميلة جدا الأفكار الإبداعية اللي تقدمها لنا دائما الأستاذة نوال ميباركي، وخاصة تركيزها على نقطة تشجيع الأطفال على حماية والحفاظ على البيئة. نحييها ونحيي كذلك إطارات ومدرسي مدرسة مسعود حرحار بالكاليتوس. دكتور بناب، على ذكر الإبداع واللعب، ما أهمية ربما الإبداع واللعب خاصة في بناء شخصية الطفل؟ هل توجد علاقة ربما بين اللعب وبناء شخصية قوية لأطفالنا؟ والله يعني أول شيء نلاحظ بأن الطفل ميال للعب. لا تصور أن